والآن إلى أخبار الأرصاد الجوية وحالة الطقس. نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى، تفضل. شكرا رغدة وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع توقعات بأمطار خفيفة ونشاط للرياح. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 16 والصغرى 9، يكون الجو مائل للبرودة. في الأسكندرية 16 10 مائل أيضا للبرودة. في مطروح 15 9 مائل للبرودة. في بورسعيد 17 11 أيضا مائل للبرودة. في الإسماعيلية 17 10 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 17 والصغرى 10، ويكون الجو مائل للبرودة أيضا. في العريش 15 9 مائل للبرودة. في طابة 15 9 مائل للبرودة. في شرم الشيخ 20 14 معتدل. وفي الغردقة 19 13 يكون الجو معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 17 والصغرى 8، ويكون الجو مائل للبرودة. في أسوان 17 8 يكون الجو أيضا مائل للبرودة. في الوادي الجديد 16 5 مائل للبرودة أيضا. في شلاتين 22 11 يكون الجو معتدل. وأخيرا في حلايب 20 12 يكون الجو هناك أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.